اشتكى مزارعون من دخول البطيخ الإيراني وسيطرته على الأسواق رغم غلاء سعره، مستغربين من الحكومة لعدم تقديمها يد العون للمنتج المحلي وللمزارع العراقي. فنشاهد. البطيخ الإيراني بألف دينار والبطيخ العراقي بألف دينار. والله السيارة بشدة، السيارة بشدة. يعني السيارة الإيراني بشدة 10,000 دولار والبطيخ العراقي ما حد يشتري. هاي البلد افتح التصدير للكويت للخليج. هاي الناشد احنا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وزير الزراعة. وين وزير الزراعة؟ يعني هذا الفلاح المسكين أكبر الفلاح المسكين يزرع 4 أشهر وهسه 100 دينار البطيخ ماله ما يمشي. والبطيخ العراقي والرق العراقي من اجود انواع الرق والبطيخ بالعالم كله، كل المزروعات العراقيه. شنو ذنبه؟ صار له 20 مليون مليونين ما ينزل، كل واحد سلفته مطينا 20 كله سببها شو اداره، شو اداره ما وين وزير الزراعه؟ وزير الزراعه ها شوف المسكين هذا لازم 100 دينار كيلو بطيخ عراقي 100 دينار. وين وزير الزراعه؟ وينك انت؟ سوي لنا صفقه ويا الكويت ويا السعوديه ويا الخليج. هنصدر احنا، نصدر احنا، انت ما لكم علاقه، بس جيبوا لنا امر التصدير.